أشهد أن إمامنا ومعلمنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أما بعد، فإني أوصيكم إخوة الإيمان والإسلام بوصية الله سبحانه وتعالى للأولين وللآخرين، وهي تتجلى في تقواه. قال جل في علاه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أحبتي في الله، الحياة الزوجية السعيدة، هذا هو موضوع خطبتنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. لمن أراد الاستطلاع والاستكشاف والكشف عن عنوان هذا الموضوع، أحبتي في الله، ولا سيما ونحن في هذه الأشهر وفي هذا الفصل، فصل الصيف، نحتفل بمثل هذه المناسبات. فاخترت لحضراتكم هذا الموضوع لكي أذكر إخواني وأذكر الشباب وأحفز الشباب المقبلون عن الزواج. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يبارك في أزواجهم وأن يجمع بين أسرهم وعائلتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الأسرة أساس بناء المجتمعات، فالمجتمعات تقام على هذا الأساس، على هذه الأسر، وهذه الأسر نواتها هي الزوجات. هذه الأسر لتكوين الأسر، لتكوين المجتمعات نحتاج إلى تكوين الأسر، ولتكوين الأسر لا بد من وجود هذان الشرطان: الزوج والزوجة، الرجل والمرأة. ففي الزواج أيها الإخوة والأخوات، إعمار الكون وسكن النفس ومتاع الحياة، بقيامه تنتظم الحياة ويتحقق العفاف والإحصار. يجمع الله سبحانه وتعالى بالنكاح الأرحام المتباعدة التي ليست من نسل واحد، ليست من عائلات، وإنما هي من أسر شتى، من أسر مختلفة. قد يتزوج المصري السعودي، وقد يتزوج المغربي الجزائري. إذن فالله سبحانه وتعالى يجمع بالنكاح الأرحام المتباعدة الإنسان المتفرقة. وعد الله سبحانه وتعالى فيه بالغنى والسعة في الرزق، قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. عباد الله، وفي اختيار لبنة النكاح تتسع الآفاق وتصبح هموم الزوجين عديدة ومتشعبة، ولكن حسن العشرة وطيب المودة يبددها ويشتتها. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. عباد الله، في الأسرة عتاب ومودة، سخط ورضا، والرجل يرفعه الأدب ويزكيه العقل، يضع من المودة أعلاها ومن المحبة أسماها، يعفو عن الخطأ ويتجاوز عن الزلل. والمرأة أيها الإخوة والأخوات خلقت من ضلع أعوج، وبمداراتها والصبر على ما يكره منها تستقيم الأمور. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم:
استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه عباد الله. ومن كرم أصله لا نقله. وزوجتك هي حاملة أولادك وراعية أموالك وحافظة أسرارك، اخفض الجناح معها وأظهر البشاشة لها، فالابتسامة تحيي النفوس وتمحو ضغائن الصدور، والثناء على الزوجة في الملبس والمأكل والزينة جالب لأفئدتهن. وقد أباح الإسلام الكذب الذي تزيد به المودة والألفة بين الزوجين، والهدية بين الزوجين مفتاح القلوب تنبئ عن محبة وسرور، والتبسط معها ونبذ الغموض والكبرياء من سيما الحياة السعيدة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي، أي في الأنس والسهولة. فالصبي في أهله هو أنيس لأهله، كي يلعب مع العائلة، يلعب مع الأم ديالو، يدور معها تما في الكوزينة، يدور معها في الناس، فهذا هو الأنيس. فكن أي في الأنس والسهولة، حتى إذا أرادت هذه الأم أن تعاتب ولدها فستعاتب بسهولة، لأن يسهل عليها التعامل معه. فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الوصية التي تركها للأمة الإسلامية، قال رضي الله عنه وأرضاه: ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي، في البيت في الأنس والسهولة، فإن كان في القوم كان رجلا، فإن كان في القوم خارج بيته وخارج أهله فينبغي عليه أن يكون رجلا، بمعنى أو بما يشمل هذا المعنى. وكن زوجا مستقيما في حياتك، تكون هي بإذن الله تعالى أقوى. عباد الله، أيها الأخ الفاضل، ولا تمدن عينيك إلى ما لا يحل لك، فالمعصية شؤم على بيت الزوجية، وكل زوجتك كما تحب أن تكون هي لك في كل ميادين الحياة، فإنها تحب منك كما تحب منها. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. واستمع أيها الأخ الفاضل إلى نقد زوجتك بصدر رحب وبشاشة خلق، فقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه في الرأي فلا يقبل منهن صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ومن علو النفس أن لا يأخذ الزوج من مال زوجته شيئا إلا برضاها وطيب نفس منها، فمالها ملك لها، وأحسن إليها بالنفقة بالمعروف، لا تبخل عليها، وتذكر أن زوجتك تود الحديث معك في كثير من أمورها فلا تحرمها سماعك، فهذا من كمال الخلق. ولا تعد إلى ذلك كالح الوجه عابس المحيا، فأولادك بحاجة إلى عطفك وقربك وحديثك، فألم لهم جانبك وانشر بين يديهم قوتك، ودعهم يفرحون بحسن توجيهك وإنصاتك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ابنته فاطمة قال لها: مرحبا بابنتي، ثم يجلسها عن يمينه أو شماله. رواه مسلم. عباد الله، والحنون على أهل البيت شموخ في الرجولة. يقول البراء بن عازم رضي الله عنه: دخلت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على أهله، فإذا ابنته عائشة مضطجعة
قد أصابتها هنا فرأيت أباها أبا بكر يقبل خدها ويقول كيف أنت يا بني. رواه البخاري. أيها الإخوة والأخوات، والقيام بأعباء المنزل من شيم الأوفياء. قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفدي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. رواه أحمد. والكرم بالنفقة على أهل بيتك أخي الفاضل وتوفير ما يحتاجونه هو أفضل البذل والعطاء، ولا يبغى بقاؤك عند أصحابك على حقوقك وأولادك، فأهلك أحق بك. ولا تذكر زوجتك بعيوب، ولا تذكر عفوا زوجتك بعيوب بدرت منها، ولا تلمسها بتلك الزلات والمعايب، واخف أي مشكلة عن الأبناء، ففي إظهار المخاصمة تأثير على التربية وتأثير على احترام الوالدين، واحذر من الغضب فهو يفجر الشحناء، لأن ما بينك وبين زوجتك أسمى أن تدنسه لحظة غضب عابرة. وآت السكوت على المقال السيء والعفو عن الزلات أقرب إلى العقل والتقوى. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: النساء عورة فاستروهن في البيوت وداووا ضعفهن بالسكوت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أولي العهد والوفاء. وبعد، أحبتي في الله، إن حق الزوجة على الزوج عظيم، أسرت بالعقود وأوثقت بالعهود. الزوجات يكرمهن الكريم ويعلي شأنهن العظيم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكر خديجة رضي الله عنها وقد ماتت من سنين، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أو يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، يعني يرسلها لصديقات خديجة رضي الله عنها. فربما قلت له، يعني عائشة، فربما قلت له من غيرتها: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. رواه البخاري. هذا هو الوفاء يا عباد الله، حتى مع زوجة ماتت من سنين ولا زال يذكرها بخير صلى الله عليه وسلم. والزوجة الحالقة تجعل قلبها لزوجها سكنا، وتجعل في نفسها له طمأنينة، وفي حديثها معه ابتهاجا وزينة، تصحبه بالقناعة وطيب المعاشرة بحسن السمع والطاعة في غير معصية، تعترف بجميل الزوج وفضله وتقوم بحقوقه، تؤمن بعلو منزلته وعظيم مكانته. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. المرأة الصالحة إن رأت زوجها جنح ذكرته بالله، وإن رأته يبدأ للفانية للدنيا وغافلا ذكرته بالآخرة الباقية، تعينه على نوائب الدهر، على نوائب السنة والعام، لا تفشي له سرا و
ولا تعصي له أمرا في غير معصية الله، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تعين زوجها على بر والديه، تطلب رضا ربها ورضا زوجها، لا تتتبعها فواتي ولا تظهر زلاتي، حافظة في الغيب والشهادة، وإن حضر أكرمت وإن غاب صعدت، لا تعقل على زوجها في النفقة، لا تأمره بالشراء، لا تعقل على زوجها في النفقة، همها الواحد طاعة ربها ورضا زوجها وتنشئة أولادها على الصلاح والفلاح والاستقامة، لا ترفع عليه صوتا ولا تخالف له رأيا. عباد الله، بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب اللؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. قال ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة: لا صخب فيه ولا نصب، لأنها لم ترفع صوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتعبه يوما من الدهر، فلم تسخف ولا آبته أبدا. وقد أوصت أيها الإخوة الأخوات حكيمة من العرب ابنتها عند زواجها بقولها: يا بني إنك لن تصلي إلى ما تحبين منه حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك، فما أحببت وكرهت. إخوة الإيمان، العفة محور الحياة الكريمة، وزينة الزوجة قرارها في دارها. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يروها، ذات الدين مطيعة لربها ثم لزوجها، لا تتعالى عليه ولا تتمرد على قوامته ولا تسعى إلى منازعته، تراها ساعية في راحة زوجها، قائمة على خدمته، راغبة في رضاه، حافظة لنفسها، يدها في يد زوجها، لا تنام إذا غضب عليها زوجها حتى يرضى، كل ذلك ليقينها بأن فوزها في الجنة معلق بطاعة زوجها مع قيامها بما فرض الله عليها. اللهم بارك فينا وفي أزواجنا، اللهم بارك فينا وفي أسرنا، اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا، اللهم وفق شبابنا المقبلين على الزواج، وفتياتنا المقبلات على الزواج، اللهم اجمع فيما بينهم، اللهم اجمع شملهم ووحد كلمتهم، اللهم اجعلهم إخوانا وعلى الدين إعوانا، اللهم ارزقهم حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربه ويقربنا إلى ربك، اللهم ارزقهم المودة والمحبة والعطف والحنان فيما بينهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم واجمع بين الأسر وبين عائلات المتزوجين والمتزوجات، اللهم اجعلهم إخوانا وعلى الدين إعوانا، اللهم بارك فيهم وفي زيجاتهم، اللهم بارك فيهم وفي أسرهم وعائلاتهم، اللهم وارزقهم ذرية صالحة، ذرية ناجحة، ذرية مفلحة التي تعبدك وتوحدك، والتي تعبد الرحمن وتقرأ القرآن وتطرد الشيطان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل أمة سيدنا محمد، اللهم وحد كلمة أمة سيدنا محمد، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم انصر ملك البلاد صاحب الجلالة أمين المؤمنين الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا وأسرا، اللهم احفظه أينما حل وارتحل، اللهم احفظه في سائر أسرتي، اللهم احفظه في سائر أسرتي، اللهم اجعل بلدنا هذا مطمئنا رغدا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أدم الستر والأمن والأمان على بلادنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وارحم بفضلك الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما، اللهم اسقنا في فسيح جناتك، اللهم اسقنا من فسيح جناتك، كما نسألك يا أرحم الراحمين أن ترحم جميع أموات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم متعنا برضاء والدينا، اللهم أبقنا برضاء والدينا،
اللهم غطنا بقضاء والدينا، اللهم ارحم آباءنا وأجدادنا وجميع المسلمين، وارحم من له الحق علينا، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغ بها خزائن السماوات والأرض نورا، وتجعلها لنا وللمؤمنين والمؤمنات فرجا وفرحا وسرورا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أمواج البحار وعدد أوراق الأشجار وعدد قطر الندى. اللهم صل على سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي العشرة المبشرين بالجنة وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، وعلى المرأة أطلب منكم وعن الدعوات إلى الخير بها ولأولادها. اللهم بارك في أولادها، اللهم بارك في أولادها، اللهم احفظ ولدها في غربته، اللهم احفظه في سفره، اللهم احفظه في سفره، اللهم هون عليه في سفره، اللهم هون عليه في سفره، اللهم حقق أمنية أمه في ولدها، اللهم رد ولدها إليها ردا جميلا وإلى دينك ردا جميلا. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، الشباب ديالنا الكبار والصغار والنساء الفتيات لفق الحشد الخير، اللهم عجل بقضاياها، اللهم عجل بقضايا غرادنا، اللهم عجل بقضايا غرادنا، اللهم شف مرضانا وعاف صحانا ورحم موتانا، خذ بأيدينا وكلنا ولا تكن علينا، وردنا إلى دينك ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، ويرحم الله عبدا قال آمين. أيها الإخوة والأخوات، غرض إن شاء الله معنا.